السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم مرة تانية في محاضرة جديدة من مادة Techniques of Scientific Writing. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن How to Write an Email. زي ما احنا عارفين مع بعض إن الإيميل بقى أكبر شكل متداول للتعامل الرسمي، سواء بين الأشخاص وبعضهم أو بين الأشخاص والمؤسسات أو بين المؤسسات وبعضها. يعني حضرتك مثلا حابب إن انت تواصل أو تراسل حد من الدكاترة أو الجامعات الخارجية عشان تاخد منحة في جامعة ما، حضرتك هتحتاج في يوم من الأيام إن حضرتك تبعت إيميل فورمال بصفة إن أنت ماسك وظيفة معينة أو في شغل معين، إن أنت تتواصل تسأل عن حاجة معينة من مؤسسة معينة أو شركة معينة أو مكان ما، إن أنت تعمل كومبلين أو شكوى من مؤسس من خدمة من شخص من أي حاجة من منتج. هتحتاج إن حضرتك تبعت إيميل. طيب، لكن لازم نفتكر إن مفيش ضمان إن اللي قدامك هيرد بسرعة أو إنه هيشوف رسالتك أو يعني يعير لها أي اهتمام. لو عايز رد سريع بشكل غير رسمي، ممكن حضرتك تستخدم التليفون أو وسائل التواصل الاجتماعي، بس في الحالة دي مش هيبقى رسمي أو معتمد. تمام؟ طيب، احنا هنعرف مع بعض ان شاء الله بإذن الله النهاردة ازاي تكتب فورمال ايميل وايه الحاجات اللي حضرتك لازم تاخدها في الحسبان اثناء كتابة الايميل. اول حاجة وحضرتك بتكتب الايميل لازم تخلي بالك كويس ان الايميل ده هيروح لقارئ هيقرأه. تمام؟ You must keep your audience in mind. تمام؟ خد في الاعتبار ان القارئ ده لازم تظهر تعاطفك معاه. تعاطفك مش معنى ان هو صعبان عليك في حاجة، لا يا جماعة، الامباثي يعني التعاطف، ان حضرتك تستخدم العبارات صح في مكانها الصح. يعني لو حضرتك مثلا بتبعت ايميل بتعبر عن مثلا زعلك للشخص ان هو فقد حد او حصل له حاجة، هتبدأ ب I am sorry to hear that. لو هو حصل له حاجة كويسة هتبدأ ب I am happy to hear that وتكمل. اتأكد ان الايميل بتاعك ايجابي وبناء وبيساعدك على بناء علاقة قوية مع القارئ، وخاصة لو حضرتك عمرك ما قابلته قبل كده. تالت حاجة، لو كان مودك سيء، المود بتاعك يعني انت مش في المود من الآخر، استنى لحد ما تبقى أحسن وتهدى وتكتب برسالتك بشكل أكتر احترافية. قبل ما تضغط على سند لازم تاخد بالك ان يكون الايميل مبعوت للناس اللي حضرتك قصدها. مفيش حد احيانا واحنا بنبعت لحد بناخد بالنا او ممكن ما ناخدش بالنا ان الرساله وصلت لحد تاني خالص غير مقصود ان هو يتبعت له. فلازم حضرتك تراجع خانات اللي هي اللي فوق اللي تحت السبجكت تو هي بتبقى اول حاجه. تمام؟ وي سي سي اللي هي كاربون كابي، وي سي اللي هي كابي اوف يور ايميل. قبل ما تضغط على سند لازم تراجع الخانات دي وتتاكد ان رسالتك هتوصل للشخص الصح. When responding to emails، لما ترد على إيميل اتأكد إن حضرتك لبيت توقعات السندر. يعني إيه؟ يعني واحد بعت لك يسأل على حاجة أو عايز معلومة، فلازم حضرتك تتأكد إن حضرتك رديت على كل أجزاء الإيميل اللي حضرتك بتعمل responding ليه، وان انت قدمت المعلومة المطلوبة اللي السندر محتاجها.
تاني حاجة حاول توظف أسرع وقت ممكن. تالت حاجة اعرف كويس مين هيتحط في الكربون كابي أو في الكابي اللي هي خانات السي والسي سي، مين اللي حضرتك هتقصد إن حضرتك توصل كربون كابي من الرسالة ليه، بما إنه هو مش معني بشكل مباشر بس أنت حابب إن هو يقراها. تمام، فكر قبل ما تضغط البي سي سي أو البلايند كاربون كابي أو نسخة مخفية الوجهة من الرسالة ليه؟ لأن الحتة دي فيها شوية إيثيكال، ما تبعتش لحد وفي الخلفية حد تاني هيقرأ رسالتك. فكر كويس هل فعلا أنت محتاج إن الرسالة دي توصل كنسخة مخفية مخفية الوجهة لحد معين ولا لأ؟ طيب دلوقتي هنتكلم عن بعض النقاط اللي حضرتك لازم تاخدها في الحسبان. النقاط دي مدرجة في التكست بوك بتاعكو. النقاط عبارة عن إن حضرتك لازم تحدد موضوع معين واضح وواحد لكل الإيميل اللي حضرتك هتكتبه. إن حضرتك هتحتاج حاجة، لو هتحتاج حاجة في تاريخ معين لازم تدرج التاريخ ده في الإيميل وتحدد بالظبط أنت عايزها في تاريخ إيه. ابعد عن المبني للمجهول بقدر المستطاع، يعني مثلا ما تقولش سيتم مراجعة بنود الكونتراكت اللي بيني وبين حضرتك، لأ حضرتك اكتب مثلا قسم المراجعة القانونية هتقوم بمراجعة بنود العقد. لو في حاجة سيساء فهمها ويجب مناقشتها verbal and verbal communication، تجنب استخدام الإيميلات، لأن الـ verbal communication بتوضح أو بتوصل أكبر قدر من الإيموشنز من الـ verbal communication يا جماعة، يعني التواصل اللفظي. تمام، بتوصل أكبر قدر من الإيموشنز، بتوصل أكبر قدر من الإمباثي، بتوصل تون الصوت نفسه بيوصل أو بيعبر عن اللي حضرتك عايز تقوله، عن الفكرة تمام اللي حضرتك عايز تناقشها. تمام، فناخد بالنا إن لو في حاجة شاكك إن هي سيساء فهمها، خد يا إما مكالمة تليفون يا إما موعد وقابل الشخص ده face to face. النقاط دي تحت عنوان be clear أو كن واضح. تاني نقطة لازم حضرتك تاخدها في الحسبان أثناء كتابة الإيميل، إن حضرتك لازم تكون موجز. يعني إيه موجز؟ يعني تأثر، يعني be concise تمام اللي هي تأثر في لغتنا الدارجة. اعرف ان متوسط قراءة البريد الالكتروني لأي شخص طبيعي هو دقيقتين، ما بيهزتش. تمام، فتجنب التكرارات، تجنب التفسيرات الكومبلكس والأمثلة الطويلة، تجنب لو في داتا كتير داخل الإيميل حضرتك اعملها كاتاتشمنت فايل يسهل طباعته ودخلها مع الإيميل، attach it with your email. فبالتالي لازم حضرتك تحط في حسبانك إن الإيميل هيتقرأ في دقيقتين، فبي concise. تالت نقطة لازم حضرتك تاخدها في حسبانك، be professional، خليك محترف. دايما حضرتك حط في حسبانك إن حضرتك تراجع الجرامر بتاع الإيميل بتاعك. ممكن الناس تتغاضى عن الأخطاء الإملائية، لكن الأخطاء في القواعد النحوية أو في الجرامر بيبقى في مشكلة وبيضعف رسالتك جدا من جهة القارئ.
ونخلي بالنا ان الايميلات معظمها او يعني بنلجأ للايميل في حالات كتير ما بتكونش دايركت كوميونيكيشن، او الناس اللي احنا بنبعت لهم الايميلات دي ما قابلناش قبل كده، تمام؟ فنخلي بالنا ان حضرتك لازم تسيب انطباع ان حضرتك بروفيشنال عندهم، وان حضرتك بتكتب باحترافية. لازم حضرتك كمان تتجنب الرموز والألوان الكتير جوه الإيميل، استخدم علامات الترقيم المناسبة، اتأكد من تضمين أو إن أنت تحط توقيع احترافي لحضرتك مش توتو العقروط مثلا. ويمكن كمان إن حضرتك تدرج موقعك الشخصي جوه التوقيع بتاعك، الإيميل بتاعك نفسه مش كوتوموتو مثلا، يعني لازم يكون بيعبر عن اسمك، مش بيوتيفول مش عارفة ايه، لأ لازم يكون بروفيشنال. غالبا بيكون اسمك أو اسم عيلتك أو اسم شركتك، تمام، أو اسم تيم معين حضرتك بتندرج تحته بالإضافة إلى اسمك. فحضرتك لازم تحط إيميلك وتوقيعك بشكل بروفيشنال، ودي النقاط دي كلها تحت عنوان بي بروفيشنال. جميل، طيب تعالوا مع بعض نشوف how to structure a workplace email. أول حاجة في أي إيميل بيكون السبجكت لاين، العنوان بتاعك لازم يكون عنوان واضح وقصير. لو الإيميل بتاعك عبارة عن كذا ريبلاي، افتكر إن حضرتك تحدث العنوان تاني بعد عدة الريبلايز اللي حضرتك أرسلتها وجات لك وأرسلت وجات، حدث العنوان أو اعمل أبديت للعنوان بتاعك على حسب التبادلات المختلفة والحاجات اللي حصلت جديدة في العنوان في المحتوى نفسه الخاص بالإيميل. تاني حاجة salutation. يعني إيه salutation؟ طيب يعني إيه salutation؟ يعني التحية. دي مجاملة أساسية لازم حضرتك تحطها في بداية أي محادثة. لو كنت بتكلم ناس أول مرة تبعت لهم أو ما قابلتهمش قبل كده، لازم حضرتك تكتب في الأول في بداية رسالتك Dear Miss or Mr. أو Mrs. or Doctor or Professor، على حسب اللقب بتاعهم. تالت حاجة An Introduction. يعني إيه an introduction؟ هي المقدمة، وهي سمة أساسية في أول كل إيميل، وعادة لو رد على رسالة قبل كده أو reply لرسالة سابقة هتبقى عبارة عن شكر على رسالة الطرف التاني، زي مثلا Thank you for your query regarding، وتكمل رسالتك. لو هتبدأ أو الإيميل ده أنت اللي هتبدأ بيه كمبادرة أو أنت اللي راسل، هتبدأ بتقديم نفسك لو محتاج ده. في البداية حط أنت عايز إيه من الرسالة باختصار، وغالباً ده اللي بيبقى العنوان أو subject line بتاعك، ده كله بيتحط في المقدمة. بعد كده هندخل في رابع نقطة في الإيميل اللي هو body of your message أو نص الإيميل بتاعك. قسم الكويري بتاعك أو القضية بتاعتك لعدة أجزاء، وابدأ اتعامل مع كل جزء لوحده باختصار زي ما احنا قلنا. لو دخلت في فقرة جديدة أو باراجراف جديد، يبقى القارئ عارف كويس إنك هتدخل في موضوع أو جزء جديد من الإيميل بتاعك، تمام؟ قسمه لأفكار وابدأ قسم الإيميل لباراجرافز مرتبطة بالأفكار اللي حضرتك قسمتها.
خامس نقطة تحط في دماغك ان انت لازم تحط الاكشن ستيتمنتس. يعني ايه اكشن ستيتمنتس؟ يعني مثلا زي ما تقول للاودينس بتاعك او للريدر بتاعك او للريسيفر للايميل: please let us know if this new collection is of interest and we will be pleased to send you more details. تمام؟ لازم تحط في حسبانك ايه اللي انت هتعمله تحديدا وايه المتلقي هيعمله، تمام، او انت محتاج منه ايه، والتاريخ المتوقع لاستلام الرد. Remember that the promotional offer is only available until 31 July. سادس حاجة closing statement، يعني الختام. الختام ده مهم جدا لان هو برضو بيقوي العلاقة ما بينك وما بين الريسيفر، وده بيتضمن عبارة ختامية زي مثلا should you have any further queries please don't hesitate to contact us. يعني اتطلع الاستماع منك قريبا، واذا طلبت معلومات اضافية او عايز حاجة مني فما تترددش في الاتصال بي. بعد كده نيجي لسابع نقطة اللي هي farewell statement، باللغة العربية اسمها بيان الوداع. دي مجاملة أساسية برضو زي كده اللي في الأول اللي كانت مجاملة أساسية اللي هي salutation. هنا برضو الـ farewell statement برضو دي مجاملة أساسية زي best wishes, kind regards, you sincerely, many thanks or anyhow. جميل. تامن حاجة لازم تحط اسمك والكونتاكت ايميل بتاعك والتوقيع كوظيفتك ايه وتفاصيل الاتصال الخاصة بك، سواء رقم تليفون سواء ويب سايت سواء اي حاجة حضرتك عايز تضيفها في توقيعك تضيفها في الاخر. ودي رقم 8 و9 اللي هي your name and your contact details، ده كله جوه التوقيع بتاع حضرتك. أشهر طرق كتابة الإيميل اللي هي السكراب ستايل. كل حرف من حروف كلمة سكراب هي عبارة عن اختصار لخمس كلمات، تعالوا هنشوفها مع بعض. أول حاجة S is for situation. S يعني الموقف. Start positively, explain the situation and your purpose of your email. يعني ابدأ اعرض الموقف بتاعك وغرض الايميل زي ما احنا قلنا في الانترودكشن في الجزء اللي فات. تاني اختصار معانا اللي هي الكومبليكيشن. كومبليكيشن يعني المشكلة بتاعتك. Explain clearly the problem. تمام؟ وضحنا ازاي بنكتبها. تالت جزء في الايميل لازم تعمل او توضح الريزوليوشن. ريزوليوشن يعني الحل. اشرح الحل المقترح للمشكلة اللي حضرتك عرضتها او الحاجة اللي حضرتك بتقترح ان هي تحل المشكلة دي. Explain your proposed solution to the problem. رابع حاجة your action. حدد بوضوح ايه اللي انت عايزه يحصل بعد كده، الاجراءات اللي لازم الريسيفر يعملها وهتحصل في تاريخ ايه زي ما احنا وضحنا مع بعض في الجزء اللي فات. ودي clearly state what you would like to happen next, the action for the reception and for you. خامس نقطة P for politeness includes thanking or praising the recipient, showing solidarity and apologizing. يعني بتشمل الثناء على المتلقي والتضامن معاه والاعتذار إن لزم الأمر. دلوقتي هنعرض مثال لكل أجزاء من الـ Scrap Style.
situation زي مثلا dear Sandra many thanks for sending the demo of the last version of our new website. You have done a great job delivering it on time and within budget. بعد كده complication. دلوقتي هنبدأ نعرض الـ أو السندر هيبدأ يعرض إيه هي المشكلة اللي عايزها من ساندر ده. We showed the demo to the board yesterday. يعني إحنا وريناها للبورد بتاعنا. While their reaction was very positive. يعني كانت بينما كان الرياكشن بتاعهم كان إيجابي، لكن they argue that a few features that were considered nice to have at the time of the brief should now be considered essential. Therefore, I am afraid that we have some more work to do. يعني معلش عندنا شغل تاني هنعمله. الريزوليوشن بقى الحل او الحاجه المقترح بتاع السندر لساندرا. Following the meeting, I had a separate session with the marketing director who agreed a small incremental budget and a new lead time to complete the work to the full satisfaction of our board. تمام. بعد كده هو ادالها ان احنا هنعمل separate session with marketing director اللي وافق ان هو يزود البادجت شوية and a new lead time يعني شوية وقت كمان to complete the work to the full satisfaction عشان نرضي البورد بطريقة يعني كبيرة. طيب جميل، الاكشن بقى ايه اللي هيحصل؟ Would it possible to meet you early next week to discuss the additional features now required and the associated budget and timing؟ يعني عايزين نتقابل علشان نحدد النقط دي اللي هي البادجت والتايم والفيتشرز اللي احنا عايزينها اضافية وهكذا. وبعدين politeness many thanks again for all the good work and I look forward to a productive meeting next week. Kind regards, Phil. تمام؟ دي أهم نقاط السكراب. وده عبارة برضو عن example، وفي كذا example عندكم في الكتاب خاص بنفس النقطة. تقدروا إن شاء الله ترجعوا للإكزامبلز في التكست بوك بتاعنا، ولو في أي استفسارات خاصة بأي موضوع من مواضيع السابقة ممكن حضرتك تستفسر من تيتشينج أسيستنت اللي مع حضرتك في السكشن أو مني أنا شخصيا على حساب الفيسبوك بتاعي. ولو حضرتك محتاج مناقشة هنتناقش في محاضرة الأوفلاين إن شاء الله بإذن الله في الميتنج ما بيننا. وأشوفكم على خير المحاضرة الجاية. السلام عليكم.